تواصلنا يستمر أيها الأخوة الكرام متابعين الأعزاء. هكذا نجدد التحية مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، ويسير شوطنا الخامس الذي ضمن رخبة من فئة الأبكار مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول. وهنا شايبة الرامس بن محمد بن سلطان العويسي بينما النغلة إلى المركز الثاني، وفوارس خليفة بن حميد بن حبسة المشيخي بينما في المركز الثالث وهي لا قادمة مانع بن صقر بن فلاك الاكتبي بينما في رابع التحديات هذه العفريت لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي، وخامسا المركز الخامس من اللي قادمة هذه ظن لحمد بن ناصر بن خربوش الجنيبي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى، ولكن يا هي من أسماء يا هي من شعارات قوية قادمة خلف الخمس المراكز الأولى، ولكن نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى إلى شايبة رامس بن محمد بن سلطان العويسي. يقدم لنا الشايبة وهي في رعان شبابها ما شاء الله وتبارك الله بينما قادمة فوارس لخليفة بن حميد بن حبسة المشيخي بينما بالمركز الثالث هذه العفريت عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، وهناك الله اليمام احمد بن سعيد بن سالم لنيبي. وصل العنيد وصل عنيد المضمرين، يصل مع ايضا الامتار الحساسة الله 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 الشايبة واليمامة والشايبة الى وين النصر. راحت اليمامة مرت مرور الكرام احمد بن سعيد بن سالم الينيبي. عنيد في ترميره في منافساته في تحدياته اللي سيلي ولكن اراقب اللي قادمه فوارس خليفه بن حميد بن حبسه المشيخي، ولكن سلام الى المرموم، سلام الى شعبيه اللي سيلي احمد بن سعيد بن سالم الينيبي. سلام على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فوارس خليفة بن حميد بن حبسة المشيخي، وثالثا من وصلت في المركز الثالث إذا مشاهدين الأعزاء نتابع لحظة الوصول إلى المركز الثالث مع هذا التنافس القوي الذي حل بين الثلاث المراكز الأولى. وصلت الشايبة رامس بن محمد بن سلطان العويسي في المركز الثالث، هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. ولكن اليمامة توقيت ثلاث دقائق بالوفاء والتمام والكمال. هنيا لأحمد بن سعيد بن سالم لنبي العريض الصغير الذي انتزع ناموس هذا الشوط، وتهانينا لابو احمد سعيد بن سالم لنبي من قدم لنا اليمامه وليس بغريبه على هذا الشعار وهذه النوعيات التي تحضر دائما بكل العلوم الغانمه في سواء في ارضيه الدوله وخارج اراضي ميادين الدوله.